أهلا بكم أعزائنا طلابنا في قناة حياتنا أور لايف. هذا الفيديو الأخير في فصل الدراسي الأول. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة انتهاء هذا الفصل، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في حياتكم العلمية والعملية يا ثاني. هذا هو الدرس الخامس من الوحدة الخامسة، وهو آخر درس معانا لليوم، وهو أكيد البناء اللغوي، يعني الناحية النحوية رح نبلش فيها اليوم بالنسبة لا الأعداد. يعني نحن نتحدث عن الناحية النحوية من حيث الأعداد، يعني بنحكي عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع. فإذا هنا عنا المفرد، لما يكون عندي هون حطونا يعني إشي إشارة للمفرد اللي هي ستار واحدة نجمة واحدة، ولما يكون عنا شغلتين اثنين بيكون اسمه مثنى، يعني بيكون عندي شغلتين التنتين، وإذا كان عندي أكثر من اثنين بيكون اسمه الجمع. تمام؟ إذا هذا ما نود أن نختبره لليوم. رح نحكي عن ثلاثة شغلات، رح نحكي عن المفرد، ورح نحكي عن المثنى، يعني اثنين مثنى معناها اثنين، ورح نحكي عن الجمع، أو بالضبط خلينا نسميها جمع التكسير. إذا بهيك نحن بنكون رح نشرح هذه المادة اليوم المتعلقة بالمفرد والمثنى وجمع التكسير. إذا اليوم هاي درسنا رح نركز فيه على هذه الأعداد. طيب خلينا نأخذ مثال على ذلك. هون لما يكون عندي شجرة واحدة، وهون لما يكون عندنا شجرتان، وهون لما يكون عندنا مجموعة أشجار. تمام؟ إذا شجرة واحدة، شجرتان، ومجموعة أشجار. ونأتي الآن للي بعده. طيب المثال الثاني هو قلم وهو مفرد، فبالتالي لما يكون عندي شغلة واحدة اسمها قلم، يعني بيكون مفرد اسمه. تمام؟ لما يكون عندي قلمين اثنين بيكون معناها اثنان، يعني بيكون اسمه مثنى. تمام؟ اذا هون بنكتب قلمان. تمام؟ طيب اذا كان عندي اكثر من قلم او اكثر من قلمين اثنين بصير اسمها اقلام، ونحن هاي بنسميها جمع التكسير. وجمع التكسير دائما هو الجمع الذي يحدث بتغيير لفظ المفرد، يعني هون بنغير بعض أحرف المفرد فبصير اسمه جمع التكسير، ما بينتهي لا بواو ونون ولا بياء ونون ولا بألف وتاء. المثنى بينتهي بألف ونون أو ياء ونون، بس نحن اليوم رح نركز بس على الألف والنون، أوكي؟ حالة المثنى. طب لما يكون عندي بس شغلة واحدة من هاي الصورة بنسميها ورقة. أحسنتم. إذا عندنا شغلتين منها شو بنسميها؟ ورقتان. وإذا عندي أكثر من ثلاثة أو أكثر من اثنان بنسميها أوراق. نعم، ممتاز. طيب إذا عندنا وردة واحدة أو زهرة واحدة شو بنسميها؟ بنسميها زهرة. وإذا كنا عندنا اثنين منهم نحكي إشي بينتهي بالآن، يعني زهرتان. وإذا عندنا مجموعة بصير اسمها أزهار. ننتقل إلى صفحة 121 ونصنف الكلمات الآتية وفق الجدول. هلا هون في عندي جدول بدنا نكتب هون عليه عشان ما ننسى. هون معناها بنكتب مفرد، وهون بدنا نكتب إنه مثنى، وفي البطاقة الأخيرة رح نكتب إنها جمع. فإذا هنا رح نكتب جمع. طيب بناء على ذلك بدنا نحدد هلأ الكلمات الموجودة عندنا وين موجودة بالضبط، هل هي تعتبر مفرد ولا مثنى ولا جمع. كلمة مدينة معناها بتشير لمدينة واحدة ولا تنتين ولا ثلاث؟ مدينة واحدة. أحسنتم. فمدينة تعتبر مفرد، نكتب هون كلمة مدينة. طيب اللي بعديها هي بي تاني، كم بيت عندي؟ يعني اثنين ولا ثلاث ولا أربعة؟ بي تان، اثنان يعني. فإذا عندي بيتان ويعتبر مثنى، مثنى معناها اثنان. طيب نيجي للي بعديها أطفال. شو رأيكم بأطفال؟ هل هي مثنى ولا جمع؟ أطفال معناها كم طفل عندي؟ أكثر من اثنان معناها
أي إشي أكثر من اثنين بنسميه جمع. طيب نأتي لرضيع، رضيع، كم رضيع عندي؟ يعني رضيع واحد، طفل واحد. طيب نقرأ عن كلمة أولاد، أولاد هل هي تشير إلى اثنين ولا إلى مجموعة؟ إلى مجموعة، نعم. فإذا رح نكتبها تحت خانة الجمع. طيب ماذا عن كلمة وردتان؟ وردتان هي تشير إلى زهرتين تنتين، فإذا هون نكتب وردتان. طيب بهيك نحن صنفنا هدول الكلمات إلى مفرد ومثنى وجمع. نكتب الكلمة المناسبة التي تدل عليها الصورة. الكلمات هي الأزهار، الولدان، الأطفال، الكرة. خرج، كم طفل عندك خرجوا للملعب؟ الولدان، فالولدان حسب الصورة يعني نكتبهم هون، الولدان الاثنين خرجوا إلى الملعب، فإذا نكتب الولدان في هذا المكان. بعدين هذول الاثنين الولدان أخذا معهما بس كرة واحدة، إذا أخذوا معهم الكرة، فمنكتب كلمة الكرة في المكان المخصص. طيب بعد اللعب جلسا بين الأشجار والورد، اللي هم يعني جلسوا بين الأشجار والأطفال، هاي مش أطفال، هاي أزهار، والأزهار، فمنكتب كلمة الأزهار في المكان المخصص. هيك صارت الكلمات الوالدان، الكرة، والأزهار. الوالدان مثنى لأنه بتشير لاثنين، والكرة مفرد لأنها بتشير لواحد، والأزهار مجموعة لأنها بتشير لمجموعة أزهار، يعني جمع تكسير. هيا نلعب، في عندي هون لعبة حلوة كتير. أوكي بس نعرف شو هي هاي اللعبة. اللعبة إنه نحن هون بدنا نطلع الأحرف الموجودة، بس نحذر مين هي يعني الإجابات لهاي الأسئلة. طيب مثلا ممكن نحن نبلش باسم نبي من أنبياء الله. شو اسم نبي من أنبياء الله؟ إبراهيم. لا ما في حرف الياء، ما في حرف الهاء. ممكن يكون إسماعيل، بس هون ممكن إسماعيل، فإذا هون رح نحط كلمة إسماعيل في الفراغ المناسب. طيب ما هو الشيء الذي بحثت عنه السيدة هاجر في أرض الحجاز؟ شو كانت بتدور؟ على الماء أو المياه، هيها الإيه موجودة. إذا المياه بنكتبها. المياه. طيب ننتقل الآن إلى أم سيدنا إسماعيل. شو اسمها أم إسماعيل؟ هاجر، يعني ممكن نحكي المياه أو الماء اللي بدكم إياه. الآن ننتقل لأم سيدنا إسماعيل وهي هاجر، فمنكتب اسمها هون، تمام، مش سارة، هاجر. طيب ما اسم زوجة فرعون؟ طيب من هي اسم زوجة فرعون؟ اسمها آسيا، فآسيا بنكتبها هون في الفراغ المناسب. إذن هون بنكتب آسيا، ألف سين يا ألف. طيب بهيك نحن بنكون أنهينا آخر تمرين من تمارين هذا الكتاب الشيق. وهنا أكيد زي ما تعودنا دائما في عنا حصاد للوحدة. شو في تعلمتوا كلمات جديدة؟ شو تعلمنا عبارات جديدة أو جمل جديدة؟ زي ما أعظم نعمة الماء اللي هو أسلوب التعجب، والمعلومات الجديدة اللي سمعناها زي النبي إسماعيل هو ابن النبي إبراهيم، قيمة أو سلوك عجبنا هو الصبر، أيضا كلمات عديدة تحاكي نمطا لما تعلمنا
عن المفرد وعن المثنى وعن جمع التكسير. أصدقائنا الصغار، تم بحمد الله الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، ونلقاكم في الفصل الدراسي القادم بإذن الله. بهيك يا حلوين، نحن نشكركم كتير، منقولكم جميعا يعطيكم ألف عافية، وكل عام وأنتم بألف خير. نراكم إن شاء الله في الفصل القادم، ولا تنسونا وضلوا تابعونا دايما. باي باي.